طيب دلوقتي نتعرض للتراكتس اللي كارينج الكونشيوس سنسيشن. الكونشيوس سنسيشن في الانسان بنقسمه لقسمين اتنين، اكستيروسبتيف سنسيشن وبروبريوسبتيف سنسيشن. الاكستيروسبتيف سنسيشن اللي هو البين، والسيمبل تاتش، سيمبل هو الكروت او اللايت تاتش، والتمبريتشر. البروبريوسبتيف سنسيشن يشمل الانواع الاتيه: الفاين تاتش، الديب تاتش، البريشر، فايبريشن، والسنسيشن اوف بوزيشن. حاجات دي نحفظها عن ظهر قلب. بالنسبه للاكستيروسبتيف سنسيشن، كان الريسبتور سايت بتاعه في السكن، وكانت التراكس اللي شايله هذا السنسيشن اللي كان فيه بين وسمبل تاتش وتمبريتشر هي اللاترال والفنترال سباينو سلاميك تراكتس. اما بالنسبة للبروبروسيبتيف سنسيشن اللي كان فيه فاين تاتش وديب تاتش، بريشر وفايبريشن وديب او سنسيشن اوبوزيشن، فكانت الريسبتور سايت كان ديبلي لوكيتد. ديبلي لوكيتد فين؟ في الماسلز والتندون بتاعتها، في الليجمنتس، في الفاشيا والجوينتس. وكانت التراكتس اللي شايلاها هي الدورسال الجراسيل والكونييت، والدورسال والفنترال سباينو سيربيلر تراكتس. إذن انا دوري الان ان انا اشرح اللاترال والفنترال سباينو سلاميك تراكت، والجراسيل والكونييت، والدورسال والفنترال سباينو سلاميك تراكتس. الاربعه تراكتس دي هنا نشرحها، دي اللي شايله الكونشس سنسيشن اللي كان مقسوم لاكسيتيروسبتيف وبروبريو سبتيف. تعالوا دلوقتي نتكلم على اول تراكت شايله اول نوع من الكونشس سنسيشن اللي هو البين اند تمبريتشر. والتراكت بتاعتنا في المرحله ديت اسمها لاترال سباينو سلاميك تراكت. بدايه عاوزين نتفق على قاعده: هذا النوع من السنسيشن اللي شايله هذا النوع من التراكتس، هذه التراكتس مقسمة إلى ثلاثة نيورونز يستتبع بعضها بعضا في مسار واحد. يعني من التراكت دي من بدايتها لنهايتها كانت مقسومة إلى ثلاثة نيورونز واحد ورا التاني بالترتيب، علشان كده بنسميها order neurons، يعني نيورونز مرتبة. فأول نيورون كان الفيرست أوردر نيورون، والتاني هو السكند، والتالت هو السيرد، بحسب ترتيبهم من البداية من عند الريسبتور سايت وحتى نهايتها عند مين؟ عند السيريبرال كورتكس، حيثما يتم الإحساس بالألم. كويس، كل نيورون كان عبارة عن سيل بودي وسيل بروسس. سيل بودي لأن بتاع النيرف سيل، والسيل بروسس بتاعتها. طبعا عشان نمشي ورا هذا النيورون بالتلات أجزاء بتاعته، بهذه التراكت بالتلات أجزاء بتاعتها، هناخد قطاعات في السباينال كورد والبرين علشان يعني نشوف المسار بتاع هذه النيورونز كان إزاي. هذا كان قطاع في السباينال كورد خدام شوية، كانت الجري مطر في النص وشكلها شكل حرف اتش، وكان لها فنترال هورن ودورسال هورن ولاترال هورن، وكانت الهوايه مطر من بره في البريفري، هي الاوتر مطر. طيب البوستيريور هورن اللي هو الدورسال هورن اللي هو السنسري هورن، في التب بتاعته كانت موجوده خلايا السبستانشيا جيلاتينوزا أفرولندي. طيب ماشي، ده كان بالنسبة للسباينال كورد. هنطلع فوق السباينال كورد بعد ما نخلصه هتلاقينا المدلة أوبلونجاتا. المدلة أوبلونجاتا احنا ده الانتيريور سيرفس وده البوستيريور سيرفس بالأجزاء بتاعته. طبعا احنا مش رسمين هنا الفورس فنتريكل، يبقى ده اللور مدلة على طول. دي البونس لازم يظهر في الباك بتاعها الفورس فنتريكل. طيب ده الانتيريور سيرفيس اوف بونس وده البوستيريور سيرفيس اوف بونس. فوق البونس هنجد الميد برين، والميد برين مفيش فيه فورس فنتركل، انما في سنترال كانال. السنترال كانال تحت عندي اهيت في السبانال كورد كانت فين؟ كانت في الجريكو ميشر.
انما عندي السيربرال اكوادكت كانت فين؟ كانت في الميدبرين. فوق الميدبرين هنجد السيربرال هيمسفير، ده من خلال سيكشن جوفيه، ده احنا دي خدناها قبل كده. ده كان سيكشن في البرين موضح في مين؟ ده كان موضح في ده اللاترال فنتريكل، وده الكورباس كالوزم، ودي الهوايه مطر من جوه، وادي بعض من الجري مطر اللي هي البيزل جانجليا، ودي كانت انترنال كبسول، ودي كانت من هنا السيريبرال كورتكس، ده اللاترال سالكس، وكان في عندي هنا السيريبرال كورتكس كان في اريا 3 و1 و2، دي اريا السنسيشن. ده كانت ايه؟ ده كان منظر للقطاعات اللي هيمشي فيها التراكت بتاعتنا اللي اسمها لاترال سباينو سلامك تراكت، اللي قسمناها الى ايه؟ 3 نيورونز يستتبع بعضها بعضا في ترتيب محدد اسمه اوردر نيورون. تعالوا نشوف الاوردر نيورون الاول اللي سميه الفيرست اوردر نيورون. كل اوردر نيورون انا عاوز اشوف فيه حاجتين اتنين، عاوز اشوف سيل بودي وسيل بروسيس. فالفيرست اوردر نيورون بتاعي اهو اللي انا عملته بالاحمر، الاحمر ده السيل بودي بتاعه هو السمول سيلز اللي موجوده في الدورسال روت جانجليون بتاعه السباينال نيرف. طب السيل بروسيس، السيل بروسيس انا مختلف، في بريفرال بروسيس اللي من قبل السيل بودي اللي جاي اللي شايل السنسيشن من الريسبتور سايت في السكن، ده اسمه البريفرال بروسيس. طب السنترال بروسيس، ده السنترال بروسيس هو النيرف فايبر لما دخل السباينال كورد، لما دخل السباينال كورد بعد من خلال الدورسال روت اوف ذا سباينال نيرف علشان ينتهي فين؟ ينتهي في المحطه الثانيه، في النيو اوردر نيورون الثاني. يبقى الاوردر نيورون الاولاني في سيل بودي واتنين سيل بروسيسز، واحد بريفرال جاي من السكن من عند الريسبتور سايت، والتاني سنتر اللي دخل السبينال كورد وانتهى عند السيل بودي بتاع النيورون التاني. طب تعالوا نشوف الايه السكند اوردر نيورون، في سيل بودي وسيل بروسيس. السيل بودي بتاعته لاحظوا معايا بقى، السيل بودي هي مين؟ هي السيلز بتاعت السبستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي اللي كانت موجوده في الايبكس اوف ذا دورسال اوف ذا دورسال هورن اوف ذا جراي مطر. طب السنترال بروسيس، مفيش هو بروسيس واحد بس اسمه سيل بروسيس، مفيش عندي بريفرال هو سنترال، يبقى اسمه السيل بروسيس على طول. طب السيل بروسيس ماشي ازاي؟ شوفوا انا هرسم وبعد كده هتكلم. هيبقى جاي من هنا، جاي من السيل بودي وطالع في السباينال كورد وهيطلع في البرين ستيم لحد ما يوصل للمحطه الثانيه. نراقب كده معانا، تعالوا نشوفوا الاكسونز بتاعت النيرف فايبرز اللي ماشيه وطلع من السيل بودي بتاع السبستانشيا جيلاتينوزا، شوف عملت ايه. اهي ماشيه اهي وطالعه اهي، تمام. يبقى السيل بروسيس هي الاكسونز عملت كروس للاوبوزيت سايد of the segment of the spinal cord، بس مشيت فين؟ مشيت في الهوايت كوميشر، وراح جايه معديه منها لحد ما راحت للهوايت مطر. طب الهوايت مطر كانت متقسمه لثلاثه فانيكولاي، لثلاثه كولومز، مشيت يا ترى في الدورسال فانيكولاس ولا في اللاترال ولا في الفنترال؟ زي ما احنا من اسمها اهو، دي ماشيه في اللاترال فانيكولاس of the هوايت مطر، كويس. وراح جايه طالعه، الاكسونز مشيت جنب بعضها، النيرف فايبرز ماشيه جنب بعضها، وعملت لي تراكت سموها لاترال سباينو سلامك تراكت. عدت على المظله وعدت على البونز وعدت على المرين، من اسمها واضح انها وصلت هتنتهي في السلامس، هتنتهي في المحطه الثانيه في السيل بودي بتاع مين؟ بتاع النيورون التالي اللي هو رقم 3. يبقى السكند اورنر نيورون في سيل بودي اللي هو السيلز اوف ذا سبستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي، وفي السيل بروسيسز هي الاكسونز بعد ما عملت كروس للاوبزيت سايد في الهوايت مطر، لكنها مشيت في اللاترال فانيكولاس، ومشيت الاكسونز مع بعضها في حزمه متوازيه سموها لاترال سباينو سلامك تراكت، هتنتهي في السيل بودي بتاع الايه؟ النيورون الثالث. النيورون الثالث اللي هو الثيرد اوردر نيورون،
له سيل بودي وسيل بروسيس. طيب عاوز قبل ما اتكلم عن النيورون التالت نذكر حاجه كده، وهي ماشيه التراكت اللي هي اللاترال سباينوس الاميك تراكت، ماشيه في المسار بتاعها في البرين ستيم، لقيت حاجه كده ماشيه جنبها، لقيت تراكت اخرى، تراكت تانية ماشيه جنبها، هي مين؟ هي الفنترال سباينو سلاميك تراكت. الفنترال سباينو سلاميك تراكت مشيت جنب اللاترال سباينو سلاميك تراكت، فعملوا مع بعض حزمة أكبر. أنا قلت من شوية التراكت لما تمشي جنب تراكت تانية بس مش شرط تأدي نفس الوظيفة، يكملوا مع بعض ستراكشر آخر أكبر حجم من التراكت، هو اسمه لمنسكس. واللمنسكس دي يا جماعة أي سموها سباينال لمنسكس. تمام، نيجي بقى لإيه؟ للاترال سباينو سلاميك تراكت بتاعتنا وصلت لمين؟ على وصلت للنيورون التالت. النيورون التالت لو سيل بودي وسيل بروسيس، ما هو نيورون يعني سيل بودي وسيل بروسيس. السيل بودي موجود في احدى النيوكلياي اوف ذا ثالاموس. النيوكلياس دي اسمها ايه؟ اسمها بوسترو فينترو لاترال نيوكلياس اوف ذا ثالاموس، بي في ال ان او بي ال في ان تي. تمام، البوستيرو لاترال فينترال نيوكلياس اوف ذا ثالاموس. طب السيل بروسيسز، السيل بروسيسز الاكسونز هتطلع من هذه النيوكلياس، هتطلع من النيوكلياس ديت بتاعت الثالاموس وهي ماشيه مع بعض هتمشي في اشعاع، اشعاع الفايبرز ماشيه كالاشعاع، عامله زي الاشعه بتاعت الشمس طالعه من مكان ضيق وبتتسع فبيسموها راديشن. طب دي شايله سنسيشن فيسموه سنسوري راديشن. هذا السنسوري راديشن هيعبر من خلال البوستيريور لمب اوف ذا انترنال كبسول ويمشي لحد ما يوصل للسنسوري اريا. السنسوري اريا اوف مين؟ اوف ذا سيريبرال كورتكس اللي كانت موجوده في البوست سنترال جايروس وتقف هناك في اريا 3 1 و2، حيثما يتم الاحساس او ترجمة هذا السنسيشن وفهم مدلوله، لان هذا هو بين وتمبريتشر سنسيشن. هو ده ملخص للباس واي اوف ذا بين اند تمبريتشر سنسيشن اكروس ذا لاترال سباينو ثالاميك تراكت. تعالوا نشوف التراكت التانية اللي شايله النوع الاخر من السنسيشن اللي اسمه السيمبل او الكروت تاتش. التراكت دي اسمها فينترال سباينو سلاميك تراكت. الفينترال سباينو سلاميك تراكت زي الدورسال، نفس البصوي مع اختلاف بسيط خالص. هذه التراكت هنقسمها الى 3 نيورونز يستتبع بعضها بعضا فتسمى اوردر نيورونز، من البدايه حتى النهايه. البدايه هو الفيرست يعني البريفرال، والنهايه هو السيرد اللي يعني ايه؟ يعني السنترال. ادي عندي قطاع في السباينال كورد هندري هنشوف من خلاله مسار الفنترال سباينو سيراميك تراك. ده السباينال كورد مفروض مين اللي فوق السباينال كورد على طول؟ هنرسم بقى المظله بعد ما خلص. طيب مفروض بقى هنا نشوف المظله، الله ده لقينا سباينال كورد تاني، يبقى واضح ان هنا في فخ، يبقى ما تسرعش. يبقى انا خدت فيه تو سيكشنز اوف سباينال كورد عشان حاجه. طيب خلصنا السباينال كورد، طلعنا منه على المظله، وبعد المظله طلعنا على البونس، وبنفتكر بس هنا المضلة كان فيها السنترال كانال، انما البونس ودي اللور مضلة، انما الابر مضلة والبونس كان فيهم الفورس فنتريكل، والفورس فنتريكل يختفي عند الميبرين ويحل محله السيريبرال ايكوداكت، ثم السكشن الشهير للسيريبرال هيمسفير بالانترنال فيتشرز او ستراكشرز اللي حكينا عنها قبل كده. تعالوا نشوف التلاتة اوردر نيورونز بتوع الفنترال سباينو سلاميك تراكت. انا عايز تلاتة اوردر نيورونز، كل اوردر نيورون في سيل بودي وسيل بروسيسز. اول اوردر نيورون اللي هو الفيرست اوردر نيورون، السيل بودي بتاعته نفسها هي الميديم سايزد سيلز اللي موجوده في الدورسال روت جانجليون. طب البريفرال بروسيس اللي شايل السنسيشن من الريسبتور سايت في السكن،
ده اللي هو النيرف فايبر. طب السنترال، السنترال بروسيس هو اللي دخل فين؟ في السباينال كورد من خلال الدورسال روت اوف ذا سباينال نيرف، ودخل لمين؟ راح جاي داخل للسباينال كورد. مفروض هنا هيوصل لمين؟ للمين سنسوري اريا، بس مش بتاعت نفس السيجمنت، هيقوم جاي طالع في السيجمنتس اللي اباف ويقف عندها، هيحل يقف عند عندها علشان يوصل للمحطة الثانية، المحطة الثانية اللي بتاعت السكند اوردر نيورون. لو نلاحظ كان اللاترال، كان السيل بروسيس بتاع الفيرست اوردر نيورون في التراكت الاولى كان عمل كروس للاوبزيت سايد في نفس السيجمنت، اما هنا راح جاي طالع للسيجمنتس اللي اباف ميني سيجمنتس، وراح يوصل عندها للمحطة الثانية. من المحطة الثانية هنشوفها، المحطة الثانية اللي هو السكند اوردر نيورون اللي لها سيل بودي وسيل بروسيس. السيل بودي بتاعها هو مين؟ هو المين سنسوري نيوكليوس اللي كانت موجودة في الميدل بارت اوف ذا بوستيريور هورن. طب السيل بروسيسز بتاعتها، السيل بروسيسز هتمشي عادي بقى، هتعمل كروس تو ذا اوبوزيت سايد في الهوايت كوميشر ان فرونت اوف ذا سنترال كانال لحد ما توصل فين؟ توصل ليه؟ تمشي كفنترال سباينو سيراميك تراكت. اللاترال سباينو سيراميك تراكت كانت موجوده في اللاترال فانيكولاس، دي موجوده قدامها شويه بس دخلت على الفنترال فانيكولاس، فهتمشي ميديال او انتيريور لمين؟ انتروميديال للاترال سباينو سيراميك تراكت، وتمشي جنبها كحزمه يسموها فنترال سباينو سيراميك تراكت، وراح الجايه طالعه في البرين ستيم، طالعه ومشيت جنب مين؟ مشيت جنب اللاترال اللي كانت هنا، ما اللي هنا كانت من شويه هي اللاترال، لاترال سباينو، وهتضمهم حزمه واحده يسموها سباينال لمنسكس. السباينال لمنسكس تحتوي على اثنين تراكتس، اللاترال سباينو سيراميك تراكت قلناها من شويه، والسكند اوردر نيورون بتاع الاكسونز بتاعت السكند اوردر نيورون اوف ذا فنترال سباينو سيراميك تراكت. كده خلص السكند اوردر نيورون، وصلنا للثيرد اوردر نيورون. انا عايز اشوف السيل بودي وسيل بروسيس. السيل بودي بتاعته موجوده في الثالاموس، موجوده فين في الثالاموس؟ في البي في ال ان بوسترو فنترو لاترال نيوكلاس اوف ذا ثالاموس. طب السيل بروسيسز هي الاكسونز اللي طالعه من البي في ال ان اوف ذا ثالاموس، وراحت عملت السنسور راديشن اللي مشي في البوستيريور لمب اوف ذا انترنال كبسول لحد لما يوصل لاريا 3 1 و2 اللي موجوده في البوست سنترال جايروس اوف ذا سيريبرال كورتكس. يبقى كده خدنا الاكستيروسبتيف سنسيشن بانواعه الثلاثه اللي مشيت في اللاترال والفنترال سباينو سيراميك تراكت. طيب تعالوا نشوف السنسيشن اللي بعد كده اللي هو البروبريوسبتيف سنسيشن اللي كانت شايلاه الجراسيل والكونيت تراكتس. نفس الطريقة، ثلاثة اوردر نيورونز هيشكلوا الجراسيل اند كونيت تراكتس، هيمشوا من الريسبتور سايت، بس الريسبتور سايت هنا مختلف، لحد السنسوري كورتكس اريا 3 1 و2 من خلال هذا القطاعات المختلفة اكروس ذا سباينال كورد. سباينال كورد في اللامبر ريجون، وده سباينال كورد في السكر في ثوراسيك ريجون. يبقى واضح ما دمت عملت تو ليفلز للسباينال كورد وتو تراكتس، معناها ان كل تراكت هتمشي فين؟ هتمشي في مكان معين من السباينال كورد. طيب بعد السباينال كورد لقينا عندنا المظله، وبعد المظله لقيت عندي المفروض البونز، مش النهايه، واضح ان مساره هنا نيجليجبل. بعد كده الميد برين، وبعد ذلك الرسمة الشهيرة بتاعتنا ليه السكشن الاكروس ذا سيريبرال هيمي سفير. تعالوا نشوفوا ايه كل تراكت من التو تراكتس بالثلاثة اوردر نيورونز بتاعتها، الجراسيل والكونييت. كل تراكت لها ثلاثة اوردر نيورونز، كل اوردر نيورون مكون من حاجتين اتنين، سيل بودي وسيل بروسس. السيل بودي هو اللارج سيلز اللي موجوده في الدورسال روت جانجليون، اما السيل بروسس انا عندي فيه بريفرال بروسس وفي عندي سنترال بروسس. البريفرال بروسس هو مين؟ هو النيرف فايبرز اللي شايله السنسيشن من الريسبتور سايت. فين الريسبتور سايت؟
دي شايله بروبريوسبتيف. البروبريوسبتيف اللي هو الفاين تاتش، البريشر سنسيشن، والسنسيشن اوف بوزيشن، الحاجات اللي احنا قلناها من شويه. الريسبتور سايت بتاعته موجوده ديبلي في المسلز والتندونز والفاشيا والليجامنتس والجوينتس. هتشيل السنسيشن من الريسبتور سايتس في واحد من الاماكن الخمسه اللي انا قلتها، وتوصل بيه للسيل بودي، ثم يعدي السيل بودي علشان يبتدي السنترال بروسس. السنترال بروسس بتاعت الجراسيل تراكت اللي شايله البروبروسبتيف سنسيشن من اللور هاف اوف ذا بودي، هتدخل للسباينال كورد وتمشي في الهوايه مطر. فين في الهوايه مطر؟ هتمشي في البوستيريور كولم اللي هو الدورسال فانيكولاس، وهتمشي ميديال وتعدي السباينال كورد لحد ما توصل للمضله، وتقف هنا ويخلص مين؟ هيخلص الفيرست اوردر ديورون. طب ده بتاع الجراسيل اللي شايل البروبروسبتيف من اللور هاف، امال الابر هاف؟ الابر هاف هتشيله نفس التراكت بالظبط، هي دي شكلها تمام، بس هتاخد اسم مختلف. اسمها المختلف هو ايه؟ هو الكونييت تراكت، لها سيل بودي اللي موجود في الدورسال روت جانجليون، وسيل بروسيسز بريفرال بروسيس من الريسبتور سايتس في الابر هاف اوف ذا بودي، وسنترال بروسيس اللي دخل السباينال كورد ومشي في البوستيريور كولم يعني في الدورسال فانيكولاس، ومشي الجراسيل جنب الكونييت. ايه الفرق بينهم؟ ان الجراسيل قاعده ميديال والكونييت قاعده لاترال، وهما ماشيين مع بعض. الجراسيل والكونييت هيعملوا مع بعض تراكت. طب التراكت ده هيت هيسموها ايه؟ التراكت ديت هيسموها الميديال لمنسكس. دي بس بعد ما تطلع فوق بقى السكند اوردر نيورون. وصلنا لنهايه الفيرست اوردر نيورون، وصل لمين؟ وصل للجراسيل والكونييت نيوكلياي اللي كانوا موجودين في الباك اوف ذا مضله. فاكرين المضله لما قسمناها لقسمين، ابر مضله ورور مضله، اللور مضله، لما قلنا الجراسيل تراكت نهايتها من اعلى كان تيوبركل اسمه جراسيل تيوبركل، في جراسيل والكونييت نيوكلياي. فهنجد السيلز اوف ذا جراسيل جراسيل نيوكلياس موجوده ميديال، والسيلز اوف ذا كونييت نيوكلياس موجوده لاترال. دي كانت بتمثل السيل بودز اوف ذا سكند اوردر نيورون. طيب السكند اوردر نيورون ده السيل بروسيس بتاعته، السيل بودي بتاعته. امال السيل بروسيس فين؟ السيل بروسيس الفايبرز هتيجي تنزل من النيوكلياي وتعمل كروس للاوبوزيت سايد، مكونة فايبرز يسموها internal arc with fiber، وتعمل decussation هيسموه sensory decussation. عفوا هي الكلمة هنا غلط، decussation اللي هي decussation، الاس دي مكانها دي، sensory decussation. sensory decussation هيمثل الاكسونز of the nerve fibers of the second order neurons of gracil and cuneate اللي عملت كروس للأوبزيت سايد في الأبر بارت أوف كلوزد ميدلا، ويمشوا مع بعض هيعملوا لي لمنسكس اسمها ميديال لمنسكس. يبقى الميديال لمنسكس هي اتحاد تو تراكتس، اتحاد الجراسيل تراكت والكونييت تراكت، حتى تصل للمحطة النهاية بتاعة السكند أوردر نيورون اللي هي البي في ال ان أو البي ال في ان تي، البوسترو لاترال فنترال نيوكلاس أوف ذا سالاموس. وهيطلع بقى مين؟ هيطلع الثيرد اوردر نيورون. ليه السيل بودي وسيل بروسيسز؟ السيل بودز هي السيلز اوف ذا بي ال في ان تي اوف ذا سالاموس، بي ال في ان اوف ذا سالاموس، وهيطلع الاكسونز بتاعتها هتمشي فين؟ هتمشي كسنسوري راديشن عبر الايه؟ البوستيريور لمب اوف ذا انترنال كبسول، ومن السنسوري كورتكس الى اريا 3.1.2 في البوست سنترال جايروس، حيث يتم ترجمة الإحساس بالبروبريوسبتيف سنسيشن. طيب التو تراكتس بعد كده اللي شايلين البروبريوسبتيف سنسيشن هم الدورسال والفنترال سباينو سيربيلر تراكتس.